اليوم وبعد مرور هذه السنوات، كيف تقرؤون المشهد العراقي من خلال مشاهداتكم على أرض الواقع بالعين المجردة؟ أنتم موجودون في العراق وتشاهدون أكثر ما يعرض في الإعلام. الحقيقة وجود المحتل في العراق يؤدي إلى تدهور الوضع وإلى سوء الوضع وإلى جعله مشهدا دمويا والعياذ بالله، حيث أنه قد يكون في بداية الأمر استهدف المحتل، إلا أن الآن هو المستهدف الوحيد هو الشعب العراقي ومقدساته وأرضه وثرواته مع شديد الأسف. فلذا يمكن أن يقال هناك تدهور أمني في بعض الشيء، إلا أنه يمكن أن يقال في بعض الأحيان تطرح في الفضائيات مثلا أن نسبة العنف قلت في العراق، إلا أنه في تصاعد مرة وفي تنازل مرة أخرى. هذا على الوضع الأمني، أما الوضع السياسي فنرى أن المناقشات السياسية جارية لتشكيل الحكومة وما شابه ذلك، وإن شاء الله تسفر عن نتائج إيجابية.